تعي حياتي تعي، القهوة بتمزع ضمانات العقل، ما شربت هيك شي بحياتي. صحتين وهنا حبيبي، صحتين وهنا. انت شو عم تشربي؟ اخ يا أسامة، انا شو ما قلت لك قليل، اليوم على لحظة كنت رح ادخل باكتئاب، فشو قلت لحالي؟ فوتي يا بنت على هالمطبخ وكل شي في عشب لقيته بهالمطبخ شلفتن جوات هالمي، لافندر مليسة زورات يانسون وغيره، يعني قلت لحالي ان شاء الله استفيد عليهم. وقف رح دوق، رح اخد شفة. شو هاد؟ اسمع لك حاطة محل عطارة بهالفنجان هلا. تعي حياتي تعي، لاحظني رايحيني لي كمان شوي، تعي قربي. يلا حبي تعي تعي. اه يا حياتي، انت لافندر حياتي، يا يانسونتي، انا عطارك، انا عطارك. أسامة انت الوحيد يلي بتضحكني لما بكون نرفزة ومعصبة. آخ كل ما بتذكر اللي صار بجي لحتى جن. أسامة بتصدق حياتي؟ تخيل أمه لهداك الفاشل نيفين عم تقول عن بنتي أنا البريئة الحبابة أخطبوط، كنت رح آكلهم بسناني للتنتين. لعم على هالعيلة شو قليلة أدب وبالأخلاق، هدول نوريات عن جد، هن النوريات. تمام حياتي، ليش مضايقة حالك؟ إذا بدك تضلي تعيدي وتفتقي بنفس السيرة لحالك، بالأخير رح تجني روقي بقى خلاص. مو مستاهل القصة، لا تقلقي أبدا، نحن خلينا نلاقي بيت لأسيل والباقي كله بنحل. ايه تمام حياتي، يعني هي المفروض تبعد عنهم وبأسرع وقت كمان. بتصدق اللي عم بيصبرني هلأ؟ الشاب الحلاوة اللي اسمه عمار، روعة وعاجبني كتير. إيه؟ ليك أسامة، مو اليوم قعدنا أنا وياه مع بعضنا، أخدته وجبته بالحديث وقلت لحالي إيه شو زلمة بيمزع العقل، يعني زلمة مخلوق ومفصل تفصيل لحتى يساعد بنتنا. ما بظن إنه هالمرة رح يخيب ظني حياتي. لك يا حبيبة قلبي، أكيد أنت مانك غلطانة. بتعرف شو، ما رح أتعشم كتير لأنه كل شي حكيناه عن هداك البلوى نزل على راسنا. حياتي لا تفكريني قعدت فاضي هيك، رحت على تيريليا، على تيريليا اللي عند الدكتور سميح، معرفتي طبيب نسائي، ايه احسن دكتور بالبلد. رحت اساله عن عمار اذا بيعرفه او بيعرف عنه شيء. دخلك شو قال؟ مو طلع الدكتور عمار كان طالب عنده بالجامعه. عن جد عم تحكي أسامة؟ ايه وشو قال لك كمان؟ يا نرميل، لو تسمعي شو مدح فيون، مدح هو وعيلته وبالذات عمار، لو تسمعي شو مدح منه. يا الله شو ريحتني يا أسامة، سواني كل القلق اللي جواتي راح. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله راح تصير، لانه انا ما بحكي الا بالوثائق. وليكني انا شو جبت لك معي؟ شو جبت لي؟ السيد عمار. ايه شايفه؟ لك هدول اختاروه دكتور العام، لك هالجمال اطلع قدامك. ايه طبعا الدكتور عمار هو الدكتور العام. نرمي شوفي هيك كمان، شوفي لمين بالمجلة الثانية، قال شو؟ قال الرجل الخطأ، حياتي الصح والغلط كمان مبينين كتير. وبنتنا بتعرف منيح مين تختار من هدول. عمار ما هيك؟ ان شاء الله. امين يا رب. يا فاتن تعالي، اختنقت والله، رح اخب على قلبي. ما انا قليلة هي البنت، كيف ضحكت علينا كلياتنا. ليك طلع شوف شو بدي اعمل لك بهالجوز الحياه، طلع وتعلم مني منيح. ايه الو عايدة حبيبتي، طمنيني عنك. ما استفدنا شي، تعالي نفوت لجوا لانه هو التراس ريحته طالعه. سمعيهم كمان انا منيحه حبيبتي، بتشكرك كثير. انت بتعرفي انه بكره عيد ميلاد اسيل مو هيك؟ ايه بدي اقول لك انه حبيبه الدكتور عمار محضر لها مفاجأة بتطير العقل. لك شو عم تحكي يا روحي؟ لحظة. ايه حبيبتي طبعاً ناطرينك إلك كمان بلالوندا. ايه طبعاً حبيبتي بتشرفينا، يعني أكتر مكان كلاس فيكي يا اسطنبول. معك حق، شو بده يساوي بيعشقها وما بيكسر لك كلمة كمان بنوب. طبعاً عرض الزواج منه عدة كوساية بس. شفتي الدبانة؟ لازم اقتلها لأنه بتأثر، كلها جراثيم، بدي اقلعه من هون للدبانة. أنا بورجيها شقفة الدبانة ما بتسوى شي. يا الله عن جد برافو عليك يا روحي، فورتيهم بالحيط للجماعة. ايه لكن أنا نيرمين.